فريد الأطرش دخل يعني قال أشوف الأسئلة، قلت له لا أنا مستغرب قوي. قال لي قلت له علشان ما توضبش إجابة يعني أنا أسألك فأنا قلت حيمشي. فقال لي قولي تاني يعني أنت مش عايزة تسأليني ليه؟ قلت له عشان ما توضبش إجابة، أنا عايزة أقول لك السؤال تروح مجاوب على طول، تبقى أنت فريد الأطرش. قال لي والله عمر ما حد قال الحكايه دي. قلت له ان مش هتلحق تفكر يعني انا لو انا بسجل لسه وتعرف انه تسجيل هتقول لي استني لا انا هسجل على طول، انا ربع ساعه ربع ساعه ما بتدونيش وقت اكتر من كده، انا بضحك عليه. قلت له مش هيدوني وقت يعني انا البرنامج لازم يبقى ربع ساعه او ثلث ساعه لان مملاه كله فلازم ترد عليا على طول. طبعا انا بضحك عليه، انا ممكن اقف وانا بس انا عشان ما يسوفنيش وانا ما يجيش تاني. ما دول كانوا مش سهل ان انت تقولي له تعالى مش عارف ايه يعني انا غلطت عشان عبد الوهاب يجيني يعني سالتيه وهو جاوب على كل الاسئله والاولاد سالوه. لا الحقيقه هو انسان بيحترم نفسه قوي، وبعدين زي ما تقولي حاسس انه امير يعني مش حاسس انه مرة طيب كان لا يعني حاسس انه ابن ناس يعني كان بيحترم اللي قدامه قوي يعني قوي. اصدقائي الصغيرين مع الفنان الاستاذ فريد الأطرش. اهلا بيك استاذ فريد في برنامجنا، وارجو ان انا اكون وفقت في تقديمك لاولادنا الصغيرين اللي بيحبوك ولجمهورك كله اللي بيحبك وبيعتز بيك. انت مش بس يعني انت اكرمتيني في الكلمه الرقيقه اللي قلتيها، وطبعا انا بشاركك شعور حبنا كلنا لمصر للنيل للنخيل لكل شيء فيها من صغيره وكبيره. انا بحب مصر وبحب الشعب المصري النبيل، وانا ما كنتش بعيد عنها مختار. انا كنت يعني مضطر عشان كنت بتعالج وكنت تعبان وصحتي ما كانتش يعني انا اقول يا استاذ فريد حكايه النيل حقيقي اللي يشرب من ميته لازم يرجع له، دي حقيقي قطعا قطعا. احنا يمكن ما بعدناش يعني احلى ميه في الدنيا هي ميه النيل، طعمها حلو يعني جدا. استاذ فريد بقى احنا الحقيقه بعد ما حييناك بقى واكرمناك بما فيه اللازم لينا عتاب بقى عليك. لا استغفر الله، انا انت يا عم غنيت للقمر ولليل وللنجوم وللربيع وللخريف وللشتاء، والايه كمان يا ولاد غنيت لكل حاجه ما عدا ولادنا الصغيرين. وغنيت للاطفال كمان حبيبه امها وواجهي منين يا بطه ما غنيتش. عندي الحانك. طبعا الحانك. طب استاذ فريد بقى ده انت يعني عندك الموهبه لتلحين الاطفال لان الاغاني دي فعلا تصلح للاطفال. والله موهبه الحمد لله موجوده، والفنان الموهوب يقدر يلحن كل الالوان يعني مش بس يعني. طب غنيت لاطفالنا ليه؟ لا انا ما انساش لان ما حدش طلب مني وما جاتش المناسبه السعيده دي. انا صحيح محروم من الاطفال لكن ما تفتكريش ان انا ما بحبش الاطفال، في الدنيا زينه الحياه الدنيا يعني الاطفال. وانا سعيد جدا ان النهارده المجتمع وحواليا كده بشوف المستقبل ده، شايف مستقبلنا اللي هينجبوا لنا بقى الرجال الشجعان ان شاء الله خلاص بقى يعني الشباب اللي هيقود بقى الشعله للنهايه ويحقق السلام لبلادنا باذن الله. يعني وعد بقى استاذ فريد في بدايه برنامجنا كده ان احنا هناخد منك اغاني ممتعه وتمتع الصغيرين زي ما متعت الكبار. انا بتمنى يعني بتمنى اتفضلي اديني اي كلمات حلوه ان شاء الله ونساهم ونيجي نقدمها سوا كمان. خلاص طيب رأي حضرتك تلحين اغاني صغيرين اصعب ولا تلحين اغاني كبار؟ اي لحن بيبقى صعب؟ طبعا التلحين الكبير بيبقى له اهتمام زائد لانه بيبقى فيه مقدمات موسيقيه ولزم موسيقيه كبيره واداء غير الاداء الحاجات الصغيره طبعا. لكن عشان الواحد يقدم الشيء الناجح هو ده الصعب يعني ممكن حاجه سهله وتكون ناجحه يبقى برضه الواحد بيبذل فيها مجهود لكن مجهود قطعا بيبقى اقل من مجهود اغنيه كبيره كلاسيك يعني او دسمه. ف برضه الحاجة اللي نابعة من مشاعر الفنان وانه هيكون صادق في التعبير لانه بيحب الشيء ده فانا اقبل عليه لان انا بحب الاطفال الحلوين دول وان شاء الله ربنا يقدرني واخدمهم واقدم لهم الشيء المناسب لهم ان شاء الله.
واحدة ما ضعيف ما ضعيفها مني مني عايز يكتب مش عارف يكتب يكتب مني Thank you.
الحال الستات وعلى ايدي طلعت اجيال افرح في شبابها واقول يا حتي يا حتي يا حتي يا حتي اجلك منين يا يا حبيبة أمها يا أخواتي بحبها.